احتجاز رافعت لافتة إسرائيل منورة بغزنة في مقر الأمن الوطني. ردوا على نفسكم بأفعالكم. محتجزة ليه يا ترى؟ عملت إيه؟ أجرمت في إيه؟ باعت إيه؟ ودت مصر في داهية إزاي؟ عملت إيه يا ولاد؟ يا ترى أنت عملت إيه يا نهى؟ يا ترى عملت إيه؟ بوظت إيه في البلد يا نهى؟ ها؟ رفعتي يافطة فيها إسرائيل؟ زعلتيهم مننا؟ لا، إسرائيل مش فاضية دلوقتي. عندها إسرائيل نفسها عندها مظاهرات ضد رئيس الوزراء والحكومة وفيها ديمقراطية وبتاع. طب هي عملت إيه؟ عملت إيه؟ أيها الجهول، عملت إيه؟ ما تفهمش عملت إيه؟ المهم تصدق الداخلية. طب الداخلية عملت إيه تاني؟ بيقول لك النيابة المصرية تجدد حبس مشجع رياضي، رفع يافطة هو كمان؟ لا، ده رفع علم فلسطين. أوف يا نهار أسود. أنت ما تعرفش إن ده مخالف للدستور ولا إيه؟ ترفع علم فلسطين؟ علم فلسطين وبعدين قاموا حاطينه في قضية كمان. إزاي يرفع علم فلسطين؟ لا، لما تكتب كلمة إسرائيل في جملة تزعل يقبضوا عليك. لما ترفع علم فلسطين يقبضوا عليك. لما تفكر وتقول حرية يقبضوا عليك. بس هم صادقين، هم ما حطوش كاميرا عند الستات في الحجز.